مغامرة في الصحراء الكبرى من سلسلة مغامرات كونية. تعرف على أصدقائنا. قطة بيضاء اسمها بيضونة. قط بني اسمه بنبن. قط أسود اسمه سواد. وصديقهم كلب أحمر له شنب كبير اسمه شنبو. في يوم من الأيام كان أصدقاؤنا المغامرون جالسين في البيت يشعرون بالملل، إلى أن اقترح بنبن فكرة مثيرة. ما رأيكم لو ذهبنا في رحلة إلى أكبر صحراء في العالم؟ صحراء حارة أم متجمدة؟ الصحراء هي منطقة قاحلة حيث نسبة الأمطار قليلة جداً، مما يجعل ظروف الحياة صعبة جداً للحيوانات والأشجار. ما يقارب ثلث مساحة اليابسة على كوكبنا تشغلها صحار قد تكون متجمدة، وأكبرها قارة أنتاركتيكا، أو حارة وأكبرها الصحراء الكبرى في شمال غرب أفريقيا. وهكذا انطلق أصدقاؤنا في رحلتهم إلى الصحراء الكبرى، إلى أن تعطلت مركبتهم بالقرب من قافلة من الجمال. احذر من الكثبان يا بنبن. هذا السنام مزعج. يخزن الجمل الدهون في سنامه حيث يقطع مسافات طويلة في الصحراء دون طعام. لماذا يوجد سنام واحد لهذه الجمال؟ أرى على التلفاز جمالا بسنامين. هناك فصيلتان من الجمال على الأرض، الجمل العربي له سنام واحد، وفصيلة أخرى توجد في صحراء غوبي قرب الصين لها سنامان. تابع أصدقاؤنا المسير حتى وصلوا إلى واحة، فقرروا الاستراحة عندها وأخذ جولة لاستكشاف المنطقة المحيطة على الأقدام. كيف يوجد ماء في وسط الصحراء؟ هذا التجمع من المياه اسمه واحة. تأتي هذه المياه من أنهار تجري تحت الأرض أو من خزانات المياه الجوفية، حيث تصل المياه إلى السطح بسبب ضغط تلك الأنهار أو الخزانات. وفي أثناء مسيرهم فاجأتهم عاصفة رملية شديدة، وزوابع أطاحت بهم في شتى الاتجاهات. ضل أصدقاؤنا طريق العودة إلى الواحة، وذهبوا يبحثون عن ماء أو طريق للخروج من تلك الصحراء الواسعة. النجدة! عانى أصدقاؤنا من العطش الشديد، حتى اقترح بنبن استخراج بعض الماء من نبات الصبار، فأخرج منشارا من حقيبته وهم مع شنبو بقطع الصبار. أما بيضونة فقد تفاجأت بجربوع عملاق ينظر إليها، وظنت أنها بدأت تهذي بسبب الحر الشديد. يبدو أنني أصبت بضربة شمس. فس فس فس. أقنعت بيضونة أصدقاءها بالركوب على ظهر تلك الجرابيع. أقنعت بيضونة أصدقاءها بالركوب على ظهر تلك الجرابيع العملاقة، فانطلقوا دون أن يعلم أي منهم بوجهتهم. ما هذه المخلوقات الغريبة التي تشبه الفئران؟ هذه الجرابيع عملاقة. الجرابيع في العادة صغيرة جدا، وهي اجتماعية جدا، تعيش في جماعات في جحور تحت الأرض. ربما تريد أن تأخذنا إلى قائدها. أخذت الجرابيع الأصدقاء إلى مستعمرتها في ممرات مظلمة تحت الأرض. أضاءت بيضونة خوذتها إذ إنها تكره الظلام. هذا أفضل. تمتد الممرات المؤدية إلى المستعمرة عادة لمسافة تصل لثلاثة أمتار، لكن هذه الممرات أطول بكثير. نحتاج مساعدتكم، قرصه ملك العقارب. يبدو أنه تسمم من أخذت الجراب أقنعت بيض أخ... نحتاج مساعدتكم
مسمما من قرصة العقرب. فلنذهب لرؤية صديقي رومي لثعلب الصحراء، فهو من أمكر الحيوانات في هذه الصحراء. أنا متأكد أن لديه حلا. أخذت الجرابيع أصدقاءنا إلى رومي لثعلب الصحراء، حيث كان مستلقيا تحت ظل صخرة ليتقي حر الشمس على غير عادته، فهو حيوان ليلي. نحتاج مساعدتكم. قرص. أخذت الجرابيع أصدقاءنا إلى رومي لثعلب الصحراء، حيث كان مستلقيا تحت ظل صخرة ليتقي حر الشمس على غير عادته، فهو حيوان ليلي. تحتاجون لصنع ترياق لسمه من سمه، لكنكم لن تستطيعوا التسلل إلى عقرب الصحراء، فجسمه تغطيه شعيرات صغيرة جدا تساعده ليشعر بأقل الاهتزازات. يجب أن نخدعه. اصنعوا دمية واخدعوه لكي يقرصها. وهكذا قامت بيضونة بصنع دمية من قطع القماش وبعض القش والخيطان والأزرار، وصنعت كيسا أحمر على شكل قلب ليجمع السم حين يقرص العقرب الدمية. وقام بنبن بتحريك الدمية حتى قرص العقرب الدمية. حينها سحبها الأصدقاء وأخذوا الكيس الذي يحتوي على السم وعادوا مسرعين إلى سواد. لم ينتظر سواد دقيقة واحدة وقام بأخذ السم من الكيس، صانعا ترياقا لملك الجرابيع لكي يشفيه من أعراض التسمم. بعد عدة دقائق شفي الملك، وقام بدعوة الأصدقاء لتناول الطعام، عرفانا منه بجميلهم قبل عودتهم إلى بيتهم. شكرا لكم، لقد أنقذتم حياتي. سنساعدكم على الخروج من هذه الصحراء الممتدة. لا شكر على واجب. وقبل غروب الشمس كان الأصدقاء المغامرون يركبون ظهور الجرابيع اللطيفة في طريق عودتهم إلى المنزل. وصل الأصدقاء بيتهم فاغتسلوا وشربوا الحليب وغرقوا في النوم مباشرة. لقد كانت رحلة طويلة ومغامرة مثيرة. غدا تنتظرهم الكثير من المغامرات الشائقة الجديدة. كائنات تجدها في الصحراء ذكرت في القصة. الجربوع، عقرب الصحراء، الجمل ذو السنامين، ثعلب الصحراء، الجمل العربي، عقرب الصحراء، الصبار. النهاية. كتاب الديناصورات، قصة ورسومات نورين خان. عن ماذا يتحدث هذا الكتاب؟ يتحدث هذا الكتاب عن الديناصورات، وهي نوع من الزواحف القديمة التي عاشت على الأرض قبل ملايين السنين من وجود الإنسان. بعضها ضخم جداً يصل ارتفاعه إلى 15 مترا كأرجنتيناسوروس، بينما بعضها الآخر صغير بحجم الدجاجة مثل كومسونيثوس. بما أنها عاشت قبل ملايين السنين فمن الصعب جدا معرفة الكثير عن حياتها. كيف كانت أصواتها وألوانها؟ كيف كانت تتصرف وتتكاثر؟ إلا أن العلماء يعملون دائما على إيجاد الإجابات بدراسة الأحافير التي يتم إيجادها بتمعن. سيخبرنا هذا الكتاب عن أنواع مختلفة من الديناصورات وما نعرفه عنها في ضوء الأحافير التي وجدناها.
حكمت الديناصورات الأرض لفترة 165 مليون سنة، إلا أنها انقرضت بغموض. النظرية الأكثر قبولاً هي أن مذنباً كبير الحجم ضرب الأرض، مما أدى إلى تغيرات كبيرة في المناخ لم تستطع الديناصورات التأقلم معها. أنا أدعى الأب... أنا كومبسونيثوس، اسمي يعني ذا الحنك الجميل، رأسي مدبب وصغير، أنا من أصغر الديناصورات، فأنا بحجم الدجاجة تقريباً. أسناني الحادة تساعدني على أكل اللحوم، فأنا أحب أكل الديناصورات الصغيرة والسحالي والحشرات، وأنا من الديناصورات القليلة التي يعرف العلماء حميتها بدقة، حيث وجدت بعض الأحافير لي وما زالت هناك بقايا سحالي في معدتي. أنا كريبتوكلايدس، اسمي يعني الطرقوة الخفية، من فصيلة من الديناصورات تدعى الإبليزيوسوروس، لي أسنان حادة تساعدني على أكل الأسماك والقشريات بسبب شبه بنية جسمي بالفقمة التي تعيش في الوقت الحالي. يظن بعض العلماء أنني كنت أقضي جزءا من حياتي على اليابسة بعد دراسة فتحات الأنف الظاهرة في الأحافير التي تركتها. يظن العلماء أنني كنت أصيد عن طريق الشم دون الحاجة لرؤية فريستي. أنا تيرودكتايل، اسمي يعني الإصبع المجنح، لي 90 سنا ضخما مخروطي الشكل، وعلى الرغم من الشبه الكبير بين فصيلتي والطيور إلا أن جسمي لا يغطيه أي ريش. تتكون أجنحتي من غشاء من الجلد والعضلات، يصل الإصبع الرابع الطويل من يدي بساقي، تتراوح أحجام الأجناس المختلفة من فصيلتي ما بين الصغير جدا بحجم البطة تيرودكتايلس والعملاق تيرونودون. أنا ستيغوسوروس، اسمي يعني السهلية المغطاة، بسبب الصفائح العظمية التي تغطي ظهري تعمل هذه الصفائح كوسيلة للدفاع. كما يخمن بعض العلماء أن لون الصفائح يتغير بتغير كمية الدم المتدفقة إليها، مما يساعدني على التحكم بكمية الحرارة التي يحتفظ بها جسمي أو يخسرها. الأحافير التي تم إيجادها تدل على أن دماغي كان صغيرا مقارنة بحجم جسمي. أنا ستروثيا مايموس، اسمي يعني مقلد النعامة، بسبب شبهي بالنعامة من فصيلة تدعى أورنيثومايمد أو مقلدات الطيور. جميع الديناصورات في فصيلتي تشبه الطيور، لعينان كبيرتان وفق بلا أسنان. اختلف العلماء في حميتي، ففمي الشبيه بالمنقار يظهر أنني آكل للأعشاب واللحوم معا، بينما تكوين كتفي الغريب لا يسمح بأن أخفض يدي لأحفر أو أرفعها لأمسك بالأشياء. أنا تايرانوسورس ريكس، أصدقائي ينادونني تي ريكس، اسمي يعني ملك السحالي الطاغية. البعض قد يسخر من يدي القصيرتين ذات الإصبعين اللتين لا يجد العلماء فائدة لهما، حيث أنهما أقصر من أن تقدرا على حمل الطعام إلى فمي، وأصغر من أن تكونا قادرتين على الإمساك بالفرائس التي ألحق بها. أنا ترايسيراتوبس، اسمي يعني ذا الوجه ثلاثي القرون، أشبه الخرتيت وحيد القرن ببنية جسدي وتصرفاتي. اختلف العلماء على فائدة قروني، فمنهم من يظن بأنها وسيلة دفاع، بينما يظن البعض الآخر بأنها وسيلة للتمييز بين أفراد القطيع والاستعراض. جمجمتي تعتبر من أكبر الجماجم بين الحيوانات التي مشت على الأرض،
حيث يشكل حجمها ما يعادل ثلث حجمي. أنا الفيلوسيرابتور، اسمي يعني السارق السريع. حجمي كحجم ديك الحبش. ورثت الريشة من أجداد الديناصورات من فصيلة تريوسوريد التي كانت قادرة على الطيران، إلا أنني فقدت القدرة على الطيران واحتفظت بالريش، حيث يظن العلماء أنني استخدمته للتزاوج ولتنظيم درجة حرارة جسمي ولحماية بيوضي. أنا كيتزلكواتولاس، اسمي يعني الآلهة المكسيكية المغطاة بالريش. لم أكن فعلا مغطى بالريش، إنما غطى جسدي وبر خفيف كالفرو. يظن العلماء أنه كان مفيدا لعزل الحرارة. أنا أضخم مخلوق طار على وجه الأرض. كما اختلف العلماء على حميتي، فمنهم من اعتقد بأنني كنت آكل الأسماك، ومنهم من قال إنني كنت آكل الديناصورات الميتة على اليابسة، وهو الرأي الأرجح. أنا سالتوبوس، اسمي يعني القدم الوثابة. أنا من أولى الديناصورات التي مشت على الأرض. حجمي صغير جدا، لكنني سريع ولي أسنان حادة. أحب أكل الحشرات والسحالي، ولا أمانع أكل الحيوانات الميتة. لم يجد العلماء الكثير من الأحافير لمعرفة الكثير عني. كما اختلفوا على حقيقة انتمائي للديناصورات أو للزواحف التي سبقت الديناصورات. النهاية.